سعيدة أن أنا بتكرم النهاردة في مهرجان التميز وجوده. بشكر كل القائمين عليه، بشكر دكتور مرسال على التكريم ده وفي دورتهم الثامنة طبعا، وبهدي تكريمي طبعا لمامتي اللي هي يعني كانت دعمة ليا في كل مسيرتي الفنية لحد ما وصلت لهنا. بصور دلوقتي حاليا مسلسل اسمه مش هنفرح بيكي، وان شاء الله قريب هيبقى يعني في مؤتمر صحفي عنه وهيتذاع الشهر ده ان شاء الله هتشوفوه.